مليون مبروك كابتن احمد. الله يبارك فيك. النهارده الاهلي فاز ببطوله ووصل هيمنته المحليه مع مارسيل كولر، كل المباريات دون هزيمه، ثلاث بطولات محليه حتى الان، بجانب طبعا الصعود النصف نهائي دوري ابطال افريقيا. بدات تقتنع بمارسيل كولر ولا لسه حاسس؟ لا طبعا هو يعني بدا البشار بتاعته. انا فاكر اخر مره كنت قلت لي لا لسه. لا لا انا يعني وجهه نظري ان انا ما بحبش اقيم لعيب او مدرب ببطوله او اتنين خصوصا في الفرق الكبيره. ثلاثه ينفع تقيم؟ لا يعني انا بلعب في الموسم كام بطوله وعلى اساسها واهميه البطوله برضو، اهميه البطوله بالنسبه لي. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي اهم بطوله عندي بطوله افريقيا. اكيد هي دي بالنسبه لي، هي دي التقييم بالنسبه لي لكولر. لكن هو كمدرب لا طبعا عنده رؤيه كويسه، تغييراته كويسه، بيبان في الملعب. هو عنده شخصيه برضو على اللعيبه بتفرق. النادي الاهلي والزمالك محتاج مدرب عنده شخصيه عشان يقدر يسيطر على كم النجوم الموجوده. لكن طبعا انتصار مهم النهارده للنادي الاهلي قبل مباراه الترجي في قبل النهائي. الظروف اللي حصلت قبل الماتش طبعا وانسحاب نادي الزمالك او اعتذاره ادت برضو اهميه للماتش. انا شايف ان فريق بيراميدز يعني ما يقلش ماتشاته مع الاهلي والزمالك على الاهلي والزمالك مع بعض. يعني طبعًا. زي زمان اما كان الجيل بتاعنا كنا نيجي نلعب الاسماعيلي، ماتشات الاسماعيلي مع الزمالك او مع الاهلي كانت بتبقى قويه جدا والناس بتستناها. فطبعا النديه دلوقتي بين الاهلي وبيراميدز ما تقلش عن الاهلي والزمالك. صح عندك حق. شفت المباراه ازاي بقى كابتن عبد الله النهارده؟ شفت تفوق النادي الاهلي على مستوى النتيجه وما اعرفش على مستوى الاداء، انت شفت المباراه ازاي؟ الشكل الفني والتكتيكي في الملعب النهارده من الاهلي وبيراميدز؟ لا يا المباراه النهارده طبعا اجمل مباراه الكاس. صح رغم ان هي كانت تعادل سلبي في الوقت الاصلي بالظبط. يعني من افضل يعني المباراه بصراحه مجمل المباراه بالاكسترا تايم حاجه محترمه. الفريقين النهارده بيلعبوا جيم مفتوحه جدا. الفريقين متحفزين قوي لبعض. الفريقين كل واحد عنده الدوافع بتزيد وكل واحد عايز يحقق البطوله. يعني النادي الاهلي عايز يزيد زي ما بقول لك ايه، هو جعان بطولات على طول، فما ما عندوش توقف. لو تفتكر مباراه الكاس، بس بفكر الساده المشاهدين اللي انت بتقوله انه مباراه الكاس فضلوا الشوط الاول كله الفريقين قلقانين من بعض، ما حدش فيهم في عايز يخش والشوط الثاني معظم لحد ما جه الجون في الدقيقه 70 بدا التحرر شويه. النادي الاهلي خلاص بيحس حاسس ان البطوله ضيعت منه زي ما قلت لك. النهارده بقى من السيناريو اختلف حتى في توقيت الهدف اللي دخل. صح. لا النهارده من البدايه بصراحه جيم مفتوح. بيراميدز عملت جيم هايل جدا بصراحه. يعني النهارده امتعونا الفريقين، جيم محترم. حتى برده كان لبيراميدز توقيت الهدف بتاع ماتش الكاس النهارده كان ممكن يحصل في الدقيقه 70 كره وادي الكارتي، لو دخلت برده كان ممكن سيناريو الجيم يتغير. انما طبعا مباراه هايله جدا من المديرين الفنيين بصراحه، كان مستر كولر مع العلم ان هو بيعمل حاجات برضو بيفاجئنا انا شخصيا. ايه بقى تشكيل؟ التشكيل النهارده انت متخيل حسين الشحات اللي هو المفروض نجم الفرقه في الفتره الاخيره النهارده تلاقيه قاعد. كهربا اللي الضجه قايمه عليه والمشكله والنهارده تلاقيه قاعد. ديانج النهارده قاعد. ففي حاجات كده كوندوسي مفاجاه النهارده انت بتبدا بيه من فتره بقى. يعني لا كويس كوندوسي النهارده ولا كويس؟ صح لا كويس جدا والنهارده حتى عبد القادر، حتى يعني عبد القادر على المستوى الدفاعي كان كويس، يمكن احسن من الهجومي كمان. رجع في كورتين ثلاثه حلوين جدا. يعني النهارده هو عايز يقول حاجه، عايز يقول ان انا موجود لسه، عايز اقول ان انا مش يعني المشكله اللي حصلت قبل كده ما تاثرش عليا. انما النهارده لا ادوا بجيم بشكل كويس جدا. كان بالاخص عبد القادر، انما برضو انا على رايي ومصمم عليه، وبالتالي على ما اعتقد بقى توافقنا الراي بقى مستحيل. مش مستحيل برضه مستحيل. طيب انت النهارده كان عاجبك انا بشوف بيرستاو من افضل اللعيبه اللي كان النهارده عاجبك؟ يعني انا النهارده كان عاجبني بصراحه. طيب خلاص الى حد كبير. انا انت انا رايك محترم. طب هقول لك